بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الموضوع اللي بدأناه المرة اللي فاتت، موضوع الشيرينج اند سيكوريتي. قبل ما نبدأ في موضوع الشيرينج اند سيكوريتي، مراجعة سريعة كده على اللي فات. احنا اتفقنا مع بعض ان انا لما باجي اشير عندي، المفترض ان انا علشان ابقى راجل بروفيشنال، المفترض ان انا اشير على جهاز نازل عليه اوبريتنج سيستم سيرفر 2003 او سيرفر 2008، صح كده؟ ما ينفعش ان انا شير على جهاز اكس بي او 7. ليه؟ لان اتفقنا مع بعض ان الجهاز الاكس بي 10 يقدروا يكونكتوا كونكرنت على الايه، على الشير فولدر ده. يعني انا لو الاداره بتاعتي 15 يوزر، 10 هيكونكتوا، ال11 هيجي يكونكت، هيبص يلاقي طالع له صفحه بيضة، ما يقدرش يكونكت، صح كده؟ واتفقنا مع بعض ان على مستوى الويندوز 7 20 يقدروا يكونكتوا كونكرنت، 20 فرد يقدروا يكونكتوا كونكرنت. اما على مستوى السيرفر 2003 والسيرفر 2008 هنقول مجازا ان هو انليميتد، لان السيرفر 2008 قلنا بيبدا ب 16 مليون وكسور، مش عارف 700 الف مش عارف كام كده، صح؟ فهنقول انليميتد لان مفيش 16 مليون هيكونكتوا على شير فولدر. زائد تاني حاجه اللي هيخليني ان انا اشير على سيرفر، والسيرفر ده قلنا بالنسبه لي هيبقى اسمه الفايل سيرفر بتاعي، ان انا الفايل سيرفر بتاعي ده هيبقى شغال 24 ساعه، فانا اقدر اعمل سكادول لعمليه الباك اب. يعني ايه سكادول لعمليه الباك اب؟ قلنا ان انا عندي حاجه اسمها ديزاستر ريكفري، ان الناس اللي موجوده عندي او الداتا اللي موجوده عندي، الداتا دي ممكن ان هي يحصل لها لوست، تتدلت، الهارد بتاعي يضرب، الويندوز يفرقع، تحصل اي مشكله، المبنى كله يتحرق، البلد كلها يحصل لها طوفان. فاحنا بنحاول ان احنا نشيل الداتا بتاعتنا في اماكن مختلفه، بحيث ان انكس ان حصل اي مشاكل من دي، اي كارثه من الكوارث اللي موجوده، اقدر ان انا اخد نسخه. طيب علشان ابدا ان انا اخد باك اب، اكيد لو انا منطور الداتا على اكتر من جهاز او اكتر من مكنه كده، يبقى انا هتعمي، لازم كل يوم خميس مثلا اروح على الجهاز ده وافتحه واقعد اخد منه الداتا، واروح على الجهاز التاني وافتحه واخد منه الداتا. قال لك لا، ما انت لما تبقى عامل الشير فولدر بتاعك على سنترلايز، مكان عندك سنترلايز، تقدر ان حضرتك تعمل سكادول للباك اب. يعني تقول ايه؟ انا كل يوم خميس، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا كل يوم خميس هاخد باك اب الساعه مثلا 9 بالليل. فانا كل اللي بعمله بحط الحاجه اللي انا هباك اب عليها، والجهاز اوتوماتيك الساعه 9 بالليل بيبدا ان هو ياخد باك اب من الداتا اللي موجوده عندي. فهو ده اللي يخليني ان انا شير على سيرفر. اول حاجه ان انا بشير ان يكون مكان سنترلايز، ان الناس تقدر تكونكت عليه كلها، وانا اريح نفسي في عمليه الباك اب، ما اقعدش اجري ورا الداتا عند الناس. تاني حاجة ان الاكس بي او السيفن ليميتد يوزر، يعني عدد محدود من الناس يقدروا يكونكتوا على الشير فولدر ده كونكرنت. ده الكلام اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، واتفقنا مع بعض ان انا لما باجي اباكب لابد ان أنا لما اجي اشير لابد ان انا اشير البارتيشن بتاعي، لابد ان هو يكون متفرمت NTFS. ليه؟ لان اتفقنا مع بعض لما البارتيشن بتاعي بيكون متفرمت فات، واجي مثلا على فولدر زي ده كده واجيب البروبرتس بتاعته شيرنج، واقول له ادفانسد شيرنج، واقول له انا عايز اشيرك، طبعا بيحدد لي العدد اللي انا بكونكت عليه. في بيرميشنز هنا عندي ايه؟ تلات حاجات. عندي ريد، يعني ما تعملش اي حاجه، صح كده؟ يا اما تشينج وفول كنترول، بمعنى واحد اعمل كل حاجه في الفولدر اللي نفسك فيها، عايز تدلته دلته، عايز تحط فولدر جديد تحط، عايز تعمل له رينيم تعمل، عايز تعمل كل حاجه، صح؟ فكده البرميشنز بتاعت الشيرنج ما فيهاش اي نوع من انواع العداله حتى. يا اما تخلي اليوزر ما يعملش اي حاجه خالص، يا اما تخليه يعمل كل حاجه. فقلنا ان احنا لابد ان احنا نستعيد عن موضوع البرميشنز بتاعت الشيرنج بالطريقه دي، بان انا اجي هنا في السكيورتي هتبص تلاقي ان في السكيورتي عندك شويه حاجات، صح؟ ادفانسد عن موضوع الشيرنج. يعني على سبيل المثال عندك حاجه اسمها ليست فولدر كونتنت، معناها ايه؟ قلنا تفقد محتويات الفولدر. ريد
معناها اقرا بدون ما تقرا اي حاجه دوت اكس اي او دوت بات، يعني اي حاجه امر تنفيذي ما ينفعش اليوزر ان هو يفتحه. لما اديله بقى ريد اند اكسكلود معناها اقرا كل حاجه بالاوامر التنفيذيه. رايت يقدر ان هو يكريت فولدر بس لا يقدر يعمل له رينيم ولا يقدر يدلته. موديفاي يقدر يعمل كل حاجه في الشير فولدر ده. فول كنترول يقدر يعمل كل حاجه في الشير فولدر. طب ايه الفرق ما بين موديفاي والفول كنترول وتشينج وفول كنترول؟ ان انا لو مدي له فول كنترول في الاثنين اليوزر ده يقدر يضيف ناس معاه يمانجوا الشير فولدر ده، صح؟ المره اللي فاتت لما محمود وقف، لما ادينا له فول كنترول في الناحيتين وقف على الفولدر وضاف يوزر تاني. كل ده اللي احنا مضمون اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. الجديد بقى بتاعنا، اتفقنا مع بعض ان انت لازم تحفظ الكلام ده زي اسمك، وخدناه بقى مع بعض، ده كلام مايكروسوفت وخدناه مع بعض، صح؟ المفترض بقى ان حضرتك عشان تبقى راجل بروفيشنال لما تيجي بقى في الشركه بتاعتك، هنفرمط بقى الكلام ده ونيجي بقى احنا عايزين نشير، لابد ان حضرتك تعمل لي حاجتين مهمين قوي. تيجي كده على الاتش وتعمل لي نيو فولدر، والنيو فولدر ده هنسميه بابليك. وهنيجي تاني ونعمل نيو فولدر ونسميه هوم. هما دول اللي هيتشيروا. يعني ايه بقى بابليك ويعني ايه هوم؟ بص يا سيدي، البابليك فولدر ده هيبقى فولدر خاص بكل إدارة موجودة عندك. يعني شايف شكل الأكتيف دايركتوري الديزاين بتاعه كده؟ عندنا الـ OU HR، عندنا OU اسمها IT، عندنا OU اسمها ماركتنج، عندنا OU اسمها سيلز، صح؟ كل OU من دي جوه البابليك فولدر تكريت لي ليها فولدر، يبقى خاص بإدارة الاي تي. كل الناس بتاعت الاي تي ليها اكسس عليه وتقدر ان هي تحط الحاجات بتاعتها عليه، فكل الناس اللي في الإدارة يشوفوها. الاتش ار ليهم بابليك فولدر اسمه اتش ار يحطوا فيه كل الحاجات بتاعتهم. الاكاونتنج الناس المحاسبين ليهم فولدر اسمه اكاونتنج يحطوا فيه كل الحاجات بتاعتهم. الماركتنج ليهم فولدر يحطوا فيه كل الحاجات بتاعتهم. السيلز كذلك. يعني على سبيل المثال مثلا احنا كاي تي اقدر ان انا اجي في الفولدر بتاع الاي تي احط كل البرامج، احط كل الماتيريالز اللي انا بحتاجها، احط للناس الكتب اللي عايزينها. فكل اداره الاي تي تقدر تكونكت على الشير فولدر بتاعها وتشوفه، ونحط بقى لبعضينا الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها. كذلك المحاسبين، يبقى دي كلمه بابليك. حلو كده. هوم فولدر ده هتحطه باسم كل يوزر موجود عندك في الشركه. يعني لو عندك 1000 يوزر هتحط لهم 1000 هوم فولدر هنا. واحد يقول لي طب ما هو ده تعب وهدك ووجع دماغ وقرف وكل الحاجات دي، صح؟ اقول لك ماشي، ما انت هتتعب في الاول بس هتستريح بعد كده. يبقى اليوزر الداتا المهمه بتاعته اللي عايزها قول له ماليش دعوه، ما تحطهاليش على بتاع الجهاز بتاعك، حطها لي في الهوم فولدر بتاعك وانا اخد منها باك اب. قدام شويه ماي دوكيمنت بتاعت الناس، ماي دوكيمنت اللي هي اللي هي اللي هي بتبقى الديسكتوب بتاعك والشكل بتاعك والكلام ده كله، فاهم؟ الناس اصلا لما بتيجي تحط اي داتا او بتحط اي حاجه معظم الناس بتحطها فين؟ بتحطها على الديسكتوب. زائد تاني حاجة ان قدام شوية ان شاء الله يعني، واحنا هناخد عنها هنت كده بسيط بس لما تاخد كورس الاكستشينج هتشوفها، ان هتلاقي عندك حاجة اسمها الايميل سيرفر بتاعك. الميل سيرفر بتاعك بيبقى فيه نوع اكاونت اسمه بوب 3. الاكاونت البوب 3 ده بيبقى ليه حاجة اسمها بي اس تي فايل اللي عليه الايميلات بتاعتك. ده بيبقى موجود تحت ماي دوكيمنت بتاعتك في حتة اسمها الابليكيشن داتا. انا بقى هاخد ماي دوكيمنت دي كلها واعمل لها حاجه اسمها ريدايركت، اخليها بدل ما هي موجوده على الجهاز بتاعك اخليها موجوده على السيرفر بتاعي.
وانت بتكونكت عليها تاخدها من السيرفر عشان ابقى وعلشان رايح دماغي. يوم ما الويندوز ما يضرب ما يجيش واحد يقول لي ايه ده انت هتفرمط لي الجهاز ده، انا كنت حاطط حاجات قد كده على الديسكتوب ده انا مش عارف ايه، ماليش دعوه مش مهم انا هفرمط واعمل، لان اصلا الديسكتوب بتاعك مش موجود على جهازك ده موجود في حته تانية. شوف طبعا هناخدها ازاي، مره هناخدها بحاجه اسمها جروب بوليسي ومره هناخدها بحاجه اسمها اليوزر بروفايل. تمام؟ فانت هتتعب شويه، انت هتتعب شويه، اي شركه هتروحها هتبدا ان انت تظبط الدنيا عندك هتتعب، بعد كده هتستريح بقى مش هيبقى وراك شغل خالص، تقعد بقى تلعب فيفا وتقعد تعمل اللي انت عايزه. انما طول ما انت سايب الدنيا سداح مداح ما انت ممكن ما تعملش كل الكلام ده وما تتعبش، بس يوم ما تحصل لك مشكله مش هتبقى عارف الكارثه وقعلك منين، لانك انت الدنيا عندك مخرقه مش هتعرف ان انت هتخش هتحلها منين. تمشي في سكه زي كده تبص تلاقي بعد ما مشيت 3 4 ساعات في المشكله دي، المشكله مش من هنا، تروح مشكله تانية. انما لو الدنيا عندك ستيبل ومظبطها خلاص عمر الدنيا ما هتقع بالنسبه لك، والاي تي جامد اللي الدنيا ما تقعش عنده. الراجل اللي كل يوم النتورك بتاعته واقعه ده راجل فاشل، الراجل اللي كل يوم الناس بتشتكي من النتورك راجل فاشل. فانت هتتعب شويه يعني لما تيجي تكريت لي الهوم فولدر بتاع كل واحد هتتعب شويه، بس فيما بعد هتستريح وهتريح اللي هيجي بعد منك وهتبقى راجل شغال بروفيشنال. فتعالوا الاول نتكلم عن البابليك. هنيجي هنا كده في البابليك، بابليك فولدر، وهنيجي هنا كده ونقول له بروبرتس شيرنج ونقول له انا عايز اشيرك. مش حاطط اي حاجه فيه، حلو كده. واقول له انا عايز اعمل ايه، عايز اشيرك، واجي هنا كده واقول له شير. وخلي بالك بقى احنا بنتكلم كلام الشغل، هتحط لي هنا العدد اللي هيكونكت كونكرنت. لو حضرتك شغال في شركه كبيره وبيتعمل عليها اوديت، لما يجي حد يكونكت عليك ويخش عليك ويعمل اوديت عليك هيقول لك طب وريني بقى اللايسنس بتاعتك، انت كام واحد بيكونكتوا على الشير فولدر بتاعك؟ ما انا لو حطيت له 500 وجايب اسطوانه الويندوز بتاعتي 100 واحد بس بلايسنس، هيقول لك طب الباقي فين هم؟ فاهم؟ فانت تحط له العدد اللي الناس هتكونكت عليه. مثلا انت عندك 500 موظف يبقى تحط له ايه؟ 500 موظف. وتيجي هنا في بيرميشنز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايفري ون هنعمل لها ريموف ونعمل اد. هتاد مين بقى؟ هتاد حاجه اسمها دومين ادمنز وحاجه اسمها دومين يوزرز. دومين ادمنز ده جروب باي ديفولت موجود عندك اللي فيه الادمنستريتور وفيه شويه ايه اللي فيه الادمنستريتور بس، وممكن انت تضيف فيه ناس. دومين يوزرز اللي فيه كل الناس اللي موجوده عندك في الاكتيف دايركتوري، فتبدا ان انت تاد الاثنين الدومين ادمنز والدومين يوزر. حلو كده. الدومين يوزرز هتديهم تشينج والدومين ادمنز هتديهم فول كنترول. طب واحد يقول لي ايه ده، هدي الدومين يوزرز تشينج؟ الله يفتح عليك، ما احنا اتفقنا مع بعض ان اللي بيتطبق على اليوزر ولا بيتطبق عليه البرميشن بتاعت الشيرنج ولا بيتطبق عليه البرميشن بتاعت السكيورتي. ده الجهاز بيجمع الاثنين مع بعض ويشوف لك الموست ريستريكتيف الاكثر تقيدا لليوزر ويطبقها عليه. معايا كده؟ وهبدا ان انا اقول له ابلاي. اوكي ادي كده انا شيرته، ابلاي اوكي. واجي بقى هنا في السكيورتي واخش في ادفانسد اديت واشيل الانهيرتنس. الناس دي جت منين؟ جت نتيجه ان البابليك موجود جوه البارتيشن اللي اسمه اتش، وباي ديفولت البارتيشن اللي اسمه اتش في ناس فوقيه، فده بالنسبه لي البيرنت.
واي حاجه بعملها جواه بيرنت يعني الاب، واي حاجه بعملها جواه بتبقى تشايلد منه ابن، فبياخد الناس اللي فوقيه. ما بالنسبه للبابليك البيرنت الاتش، لو انا حطيت حاجه تحت البابليك مثلا، حطيت فولدر اسمه اكس، بقى اكس ده البيرنت بتاعه بابليك، فاهم؟ فهنا هنشيل الانهيرتابلز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. هيبدا يقول لك انت عايز تكوبي، فانت لو عملت كوبي للبرميشن يبقى انت ايه بتخلي الناس دي موجوده على الفولدر ده. بعد كده اي حاجه بتحطها جديده ما بتحصل لهاش انهيرتابلز، او تقول له ريموف فبيتشال كل الناس. هتبدا ان احنا نقول له ريموف ونقول له اوكي ابلاي، وهنيجي هنا كده ونإدت، وعايزين نرموف برضو الادمنستريتور. لا 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 لا، انا بقول لك انت تعملها ايه في الشغل، الخطوات دي لازم تعملها في الشغل. انت قصدك ايه يعني بتش... ان احنا نشيل الناس اللي هم ليهم تحكم في الفولدر؟ لا، ما اصل باي ديفولت الناس دي فيها اليوزرز كلها، فاهم؟ وانا مش عايز اليوزرز دي ان هي تكونكت في حاجات انا مش عايزها تكونكت عليها. هقول له عامل تشيك، هقول له برده انا عايز الدومين ادمنز وعايز الدومين يوزرز. حلو كده. الدومين ادمنز هديلهم فول كنترول، الدومين يوزرز هديلهم ريد اند اكسكلود. واتفقنا مع بعض ان لما بعلم على ريد اند اكسكلود هتعلمني على ليست فولدر كونتنت وهتعلمني على ريد. حلو كده. قول له ابلاي اوكي. معايا؟ بعد كده بقى اجي في بابليك هنا واقول له انا عايز اعمل لك نيو فولدر اي تي، نيو فولدر اتش ار، نيو فولدر سيلز، نيو فولدر ماركتنج، وهكذا. يبقى ده كده الشكل بتاع البابليك فولدر بتاعي. كل بقى اداره من دي هديها بيرميشن معين، كل اداره هدي لها بيرميشن. انا دلوقتي عندي الناس كلها تقدر تاكسس البابليك، صح؟ بص بقى يا سيدي، هتيجي بقى هنا كده عند الاي تي وتجيب البروبرتس بتاعته، هتلاقي عندك شيرنج، صح؟ انا مش عايز اشيره، وانا عايز اشير الاي تي. ما هو الاي تي ده جوه البابليك اللي البابليك متشير، صح؟ انا عايز العب بس في الحته بتاعه السكيورتي، ماليش دعوه بالبرميشن بتاعه الشيرنج خلاص بقى. انا عايز العب في الحته بتاعه البرميشن بتاعه السكيورتي اللي جواه. اخش هنا في سكيورتي، هتبص لان حضرتك خلاص هو كده او كده متشير. هتخش هنا بقى في سكيورتي متشير لان البابليك متشير، هتلاقيه حصل له انهيرت، صح؟ اني عندك الدومين ادمنز والدومين يوزرز، صح؟ اقوم جاي في ادفانسد هنا واديت واشيل الانهيرتابلز برضه من عليه برضه. ريموف وكوبي. بص يا سيدي، انت دلوقتي الفولدر ده اللي اسمه اي تي خلاص حصل له انهيرتابلز ليه؟ علشان خاطر البابليك بتاعه عليه الناس دي، صح؟ لو انا جيت دلوقتي حطيت واحد تحت منه كده، الفولدر ده لما اجيب السكيورتي بتاعته ايه اللي هيتم؟ هتلاقي الناس دي برضو، صح؟ لما انا بقول له، لما انا باجي كده في الاي تي مثلا كده واقول له بروبرتس سكيورتي ادفانسد اديت وشيل لي اعمل لي كوبي، بيخلي الناس دي موجوده على الاي تي، بس لما احط فولدر تاني تحت الاي تي ما يبقاش بقى الناس دي تنزل فوقيه. هتنزل مين بقى؟ هينزل الناس اللي انا احطها جديده، فاهم؟ فانا لا لا، ما انا اقول عملت له كنسل، هبدا ان انا شلناه من على بابليك. طب ازاي الناس دي نزلت على الاي تي؟ المفروض ما ينزلوش. لا، ما هو خلاص، ما انا شلت الانهيرتابلز من على من عليه، بس هو بيتحط بقى عليه الجديد. هاجي هنا بقى واقول له دومين ادمنز، احط للدومين ادمنز فول كنترول، وهاجي هنا في الاي تي واضيف الناس بتاعه الاي تي محمود مثلا،
اللي في الاي تي. طبعا واحد يقول لي وانا هضيفهم بقى يوزر يوزر، لا ما احنا ان شاء الله باذن الله لما ناخد كورس الاكتف هيبقى عندنا حاجه اسمها جروبس. انت لما بتقف هنا كده بتقول له انا عايز اعمل لك نيو جروب، فاهم؟ بتكريت جروب اسمها اي تي مثلا اهو، سيبها طبعا عشان الكلام ده مش هتفهمه انت دلوقتي خالص. وتبدا جوه الجروب اللي اسمها اي تي دي تجيب البروبرتس كده وتقول له الممبرز بتوعك، تضيف بقى محمود واحمد وعبد الحميد كل الناس اللي في الاي تي. فلما تيجي انت هنا على 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 الاي تي وتيجي تاد تقول له انا عايز اد لك الجروب اللي اسمه اي تي، بص كده بقى معمول له اديت، فاهم؟ بما فيه من ناس، بس احنا عشان لسه ما اتكلمناش على الجروبس فانا ايه هضيفهم يوزر يوزر عشان بس تبقى مفهوم. فانا هضيف محمود وهدي المحمود على الفولدر اللي اسمه اي تي موديفاي، عشان ده المفترض ممبر في الجروب، في الجروب اللي اسمها اي تي او ضمن الناس اللي اسمهم اي تي، عشان يقدر ان هو يمانج الفولدر ده، صح؟ واقول له ابلاي اوكي كلوز. حلو كده. واجي هنا على الاتش ار سيكيورتي ادفانسد اديت واشيل الانهيرتنس واقول له ابلاي اوكي واديت واضيف الدومين ادمنز. وديهم فول كنترول. عندنا بقى حد في الاتش ار ايه؟ ما انا مش عايز بقى الناس دومين يوزرز، ليه؟ انا ايه اللي هيخلي الناس بتاعت السيلز تفتح الفولدر بتاع الاي تي؟ كاريت يوزر مثلا ونيجي هنا كده على البروبرتس ونضيف اليوزر ده. ونديله ايه؟ موديفاي. حلو كده؟ ونيجي على ايه؟ هنديله موديفاي. وركز بس معايا. هنيجي هنا في الماركتنج، احنا عندنا يوزر في الماركتنج اكس، لا طب في الاتش، في الاتش ار ما كانش، مال في السيلز في احمد علي وبه، ماشي هات بقى ده في الماركت. هنيجي على الماركتنج ونجيب البروبرتس بتاعته سيكيورتي ادفانسد اديت ونشيل الانهيرتنس. ما انا لازم ادي اليوزر موديفاي علشان اليوزر هيكاري دلوقتي فولدرات في الـ في الـ في البابليك بتاعه، صح؟ اصبر بس ركز بس معايا. موديفاي على السيلز بقى، هنجيب البروبرتي سيكيورتي ادفانسد اديت وشيل الانهيرتابلز. حد وقع منه اي خطوه؟ ها عمرو؟ لا ما فيش في الشيرنج حاجه، ما فيش في الشيرنج بيرميشن. حلو كده. اما يجي بقى محمود دلوقتي، هو مين اللي داخل بقى عندنا؟ محمود، صح؟ محمود بقى لو دخل دلوقتي كده نتورك
الدي سي هيلاقي عنده ايه؟ بابليك، صح؟ لما يجي يفتح البابليك هيلاقي جوه البابليك اتش ار واي تي وماركتنج وسيلز، صح؟ اهو يجي يفتح الاتش ار هيقول له مالكش بيرميشن، يجي يفتح الماركتنج مالكش بيرميشن، يجي يفتح السيلز مالكش بيرميشن، انما يجي يفتح الاي تي ليه بيرميشن، صح؟ ويقدر ان هو يجي في الاي تي كده ويحط فولدر، حلو كده؟ يقدر يجي في الاي تي ويكريت فولدر معايا. ها، وكذلك لو اي يوزر تاني، ده مين اللي داخل هنا؟ احمد علي. احمد علي ده احنا مش عاملين له اي حاجه، ما ضفناهوش لسه. لو جينا هنا كده جبنا البروبرتيز بتاعتنا، ديسكتوب كاستمايز ديسكتوب ماي نتورك بليسز، وقلنا له ابلاي، ودخلنا هنا كده انتاير نتورك سي سي جي دي سي، هتلاقي البابليك اهو. حلو، تيجي كده في البابليك تفتحه، هو ممبر في السيلز، لو فتح الاتش ار يقول له اكسس دينايد، فتح الاي تي يقول له اكسس دينايد، فتح الماركتنج يقول له اكسس دينايد، فتح السيلز يقدر ان هو يضيف جواه فولدر، صح كده؟ بس بقى ركز بقى معايا في حاجة خطيرة قوي. هو انا لازم لما جيت هنا عند محمود في الاي تي وجبت البروبرتس بتاعتي سيكيورتي، لابد ان انا اديله موديفاي علشان خاطر يقدر ان هو يضيف ويعدل ويعمل كل حاجة، صح؟ بس المشكلة والفكرة الخطيرة ان انا لو جيت هنا كده في ده، وانا مثلا من ضمن الاي تي ورحت عامل كده فولدر اسمه اي تي، ودخل محمود هنا كده لقى الفولدر اللي اسمه اي تي، ممكن يقف عليه ويقول له ديليت، فكده مسح شغل الناس، صح؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان طالما محمود ليه موديفاي على الروت اصلا بتاعه اللي اسمه اي تي، ده ممكن يقف على الاي تي ذات نفسه ويقول له ديليت، مسحه من على البابليك. شايف بقى ايه المشكلة دلوقتي؟ احنا بس خلينا ماشيين خطوة بخطوة عشان تفهموا. شايف دلوقتي المشكلة ايه؟ بس انا لازم في نفس الوقت اديله بيرميشن ان هو يريد، واديله بيرميشن ان هو يرايت، صح؟ واديله بيرميشن ان هو يموديفاي، صح ولا غلط؟ طب بس لو اديته بيرميشن ان هو يموديفاي، ما هو ده بيدلت الروت، ده سيبك من الداتا اللي هي جواه، ده المشكلة ان هو بيدلت الفولدر كله. يعني ممكن وهو ماشي خلاص بقى رفدناه ولا عملنا له اي حاجه، يقوم جاي مدلت للناس كلها شغلها. قال لك لا، ما احنا هنلعب بقى ونحنكش الدنيا. ازاي؟ هنيجي هنا ونرجع الاي تي تاني. لا بس في باك اب ايه يا عم الحاج؟ وانا بقى هفضل اعمل باك اب وريستور كل شويه وانا فاضلهم؟ كده بس ادفانسد. طبعا انا ممكن اختارهم مره واحده، دومين ادمنز، وتدوس كنترول. محمود يا عم، احنا عايزين محمود، ومحمود اهو. الدومين ادمنز هندي لهم في الكنترول، ومحمود هندي له موديفاي زي ما كان واخد، صح؟ حلو كده. طيب لما ادي محمود موديفاي، ما هو برضو محمود ممكن يقف على سيل على الاي تي ويدلته، صح كده؟ قال لك لا، ما هو بص بقى، انت هتيجي تلعب لعبه صايعه قوي، هتجيب البروبرتس هنا سيكيورتي، حلو كده؟ احنا خدنا الفول كنترول والموديفاي وريد اند اكسكلود وليست فولدر كونتنت وريد ورايت والكلام ده، صح؟ في تحت حاجه اسمها سبيشال بيرميشنز، ما اتكلمناش عنها، صح؟ هاجي بقى اخش جوه السبيشال بيرميشنز هنا واقول له ادفانسد، اقف على محمود كده واقول له انا عايز اقدلك،
اقف عند محمود هنا واقول له edit. هتبص تلاقي بقى ان بيقول لك ايه، ان محمود يقدر يعمل حاجات كتيره قوي، صح؟ طالما واخد موديفاي فيقدر يعمل حاجات كتير، ان هو ينقل فولدر لمكان تاني، ان هو يريد الاتريبيوتس، يقرا يريد يعمل كل حاجه، صح؟ ومن ضمن الحاجات السبيشال بيرميشنز ان هو يقدر يديليت الصف فولدرز ويديليت الايه الفولدرز. عارف يعني ايه صف فولدرز؟ اللي جواه، ويديليت الروت نفسه، صح؟ لا، انا اجي بقى هنا كده واقول له اه انت تقدر تعمل كل الحاجات دي، بس يا ريس في ديليت الفولدرز دي مالكش بيرميشن ان انت تديليت، ومالكش بيرميشن ان انت تديليت الصف فولدرز. ايه؟ او تشيلها. يعني احنا قلنا انت بدل ما تقول ديناي ممكن تشيلها، فاهم؟ بس انا بفضل ان انت تديله ديناي، عشان لو حد اداله بيرميشن تانية ما تتعارضش معاه. اتفضل، عايز تقول ايه؟ ايه؟ لا، يمسح امتى بقى؟ يمسح امتى؟ على الهوم فولدر بتاعه، يا رب يولع فيه. ده مش مشكلتي. يقدر يكريت بس ما يقدرش يدلت. حتى لو هو الجن الازرق. ده البابليك ده بتاع الناس كلها، خلاص عملت فيه فولدر ما ينفعش تشيله. ماليش دعوة. ايوه خلاص، لا كده السكيورتي كده الصح، ده الصح. اللي كاريت حاجه خلاص انا ماليش دعوه، مش مشكلتي. ما يتدلتش، ويتدلت ليه؟ انت عندك دلوقتي عندك حاجه اسمها الهوم فولدر، عندك حاجه اسمها الهوم فولدر، صح؟ الهوم فولدر ده بتاعك، تحط بقى فيه اللي انت عايزه، تدلت كاريته تدلته كله، تعمل اللي انت عايزه براحتك. ايه ده؟ على ده بتاعك انت. اما البابليك ده بتاع الاداره كلها. ما انا لو اديته ديليت، ما انا ما ينفعش اقول له انت حلو ان انت، هو مصطفى بيقول ايه؟ يدلت اللي هو عمله. لا، ولا حتى تدلت اللي هو عمله، يتصل بيه وانا دلته. اصل البابليك فولدر ده انا مضمنش، ما ممكن يكون مثلا هو عامل، اقول لك على حاجه، واحد محاسب وعامل الشيت، حط الشيت مثلا بتاع المرتبات وجي ماشي، فقال لك انا اللي حطه عايز امسحه. طب انا ليش دعوه، طالما اتحط على البابليك خلاص بقى مختوم بختم الوزاره. هتقول له بقى ايه؟ ابلاي. اوكي، فبص محمود واخد ايه؟ بيرميشنز ان هو يريد ويرايت وريد اند اكسكلود ومش عارف ايه، اللي هو الموديفاي بتاعه، وعنده سبيشال بيرميشنز ان احنا بنديناي حاجه معينه. فمحمود دلوقتي بقى لو جيت كده قلت له ابلاي ايه؟ جروب بقى. اهو. فبص محمود بقى عنده ايه؟ بقى عنده حاجه اسمها سبيشال بيرميشنز. بص بقى دلوقتي محمود كده لما يجي يخش هنا كده على الاي تي، يقدر ان هو دلوقتي يجي يقول له انا عايز اعمل لك نيو فولدر براحتك. يجي هنا كده يقول له انا عايز اكريت لك تكست فايل براحتك. انما بقى يجي هنا كده ويقول له ديليت، يقول له ايه؟ انت مالكش بيرميشنز. يجي على الباس نفسه، البابليك نفسه، ويجي يقول له ديليت، يقول له ايه؟ انت مالكش بيرميشنز. فهمت؟ وهو ده الصح، وهو ده الصح. الهوم فولدر بقى بتاعه يعمل فيه اللي هو عايزه، انما البابليك انا مضمنش، ما ممكن يحط حاجات شغل وبعدين يجي يقول لك ايه؟ معلش انا دلتها وانا من غير مقصود. ايوه يا عم، وخلي بالك، اصل انا هقول لك على حاجه، اصل اليوزر في الشركات هيقول لك انا ما اعرفش ويعمل عبيط. يمكن ما اعرفش انا حكيت لكم على القصه دي ولا لا، واحد كان في قسم الحسابات ومسح فولدر مهم جدا، حلو، وبعدين المدير بتاعه جابه جاب الاي تي، فبيقول له ايه؟ بيقول له انا عايز انت عبقرينه بتاعنا، هات لنا الفايل ده. قلت له طب مثلا ما الراجل مسح، قال لك طب هو حمار، انت ليه ما خدتش باك اب؟ بنفس اللفظ كده، هو حمار مسحه.
انت ليه ما خدتش منه باك اب؟ فواحد عادي يوزر عادي، انت ليه ما عندكش نسخه احتياطيه منه؟ ايه فاهم؟ فالاي تي اللي هيحصل خلاص، انت ما الناس هتقول لك مالناش دعوه، هتقولنا انت ليه، ايه اللي خلاك تديله بيرميشن يدلل؟ ماشي يا عم بقى، بس في برامج، بس انا ليه بقى الجا بقى البرنامج بقى واعمل، وممكن ما يرجعش، وممكن يرجع الفولدر بايظ، وممكن تحصل مشكله، وممكن فاهم. طب وليه انا احط نفسي في مكان في موقف زي ده؟ لا، ما احنا اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت ووريتها لكم، ان لما بتخش لوكالي السكيورتي بتطبق عليك برضو، صح؟ الشيرنج مفيش شيرنج بقى. فتفهمت كده قصة البابليك بقى والهوم؟ شفت بقى، انت بتيجي هنا كده وتجيب البروبرتس، تيجي هنا كده وتجيب البروبرتس سكيورتي ادفانسد، وتبدأ ان انت تديله ايه؟ ديناي الريد، ديناي الرايت. حلو كده، وهكذا بقى. لما تيجي في الماركتنج هنا كده سيكيورتي، تيجي برضو هنا مثلا محمد احمد، برضو هتبص ليه واخد موديفاي، قول له لا ادفانسد واديت واديت، واديله ايه؟ ديناي الريد، ديناي الديليت، والديليت سب فولدرز. طب انا هشيل منه دول بس ولا في حاجه ثانيه؟ لا بس هم دول بس، الباقي كله خلاص عادي بقى. ما انا عايزه ان هو يعني عايزه ان هو يترانسفير فايل، يحط فايل. يعني مثلا ايه؟ محمود دلوقتي اهو عادي هيجي هنا، مثلا محمود قاعد اهو على الفولدر بتاعه، عندي مثلا فولدر اسمه محمود، حط ثواني يا باشا اقول له دي بس، هاجي هنا كده واقول له ايه؟ كوبي. انا عايز احط الفولدر اللي اسمه محمود ده جوه الشير فولدر بتاعي، خلاص عادي خالص. اهو اخش هنا فين؟ بابليك اي تي بس، حطيته. انما بقى اجي هنا كده واقف واقول له ديليت، مفيش يا معلم خلاص. قول يا محمد. هو انا دخلت جوجل بابليك على الاتش ار واي تي، ما كانش ينفع اعمل فولدر واحد بعد كده اخد كوبي ياخد نفس الخصائص ولا كده عدل انا كده اليوزر سيت. يعني دخلت جوجل بابليك عملت اي تي والماركتنج والسيلز، تمام؟ كل واحد دخلت فيه وعديت الخصائص بتاعته، ما كانش ينفع اعدلها مثلا على لا، عشان كل واحد لليوزرز بتوعه. ماشي، هعدل بس في اليوزر، هلاقي كل البروفايل اتشال، هلاقي بس الدومين ادمن نزل، وهعدل. لا، ما اصل انا بمجرد ان انا اقول له كريت لي واحد ده هينهرت على طول. ايوه، ما انا بتكلم على كده، اللي هو كده انت اخد كوبي هتسخن نفس الخصائص. ماشي، طب وليه تعمل؟ ما هي كده صح، يعني ما هي يعني نفس الوقت يعني، فاهم؟ بص بقى ركز معايا كده، انا لو دخلت كده كمحمود، دخلت على البابليك وجيت هنا كده وقلت له انا عايز اكريت لك نيو فولدر، ايه اللي حصل؟ ما هو على الروت الرئيسي انا ما اقدرش اعمل حاجه، على الروت الرئيسي انا ما اقدرش العب فيه، الادمنستريتور بس. اي بقى واحد من دول ما تقدرش تخش، كذلك برضو ايه اليوزر ده لو دخل هنا كده، ما يقدرش ان هو يعدل غير لما يخش كده في البابليك، لو دخل كده يقول له نيو مفيش اكسس دينايد، انما يقدر يعدل في الحاجه اللي هو جواها. وصلت ولا 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 ايه؟ الهوم بقى، ايه بقى الهوم فولدر؟ الهوم فولدر بقى ده فولدر برضو نفس القصه، حضرتك هتيجي كده على الهوم. نعم، في ملف تكست يقدر يعدل فيه ويدلل منه عليه؟ لا برضو اهو يعدل من جواه، يعدل جواه، يعدل جواه، يشيل من جواه، ما يشيلش الملف، انما يشيلش الملف. يعني مثلا تكست فايل ده يقدر ان هو يجي كده ويكتب هاي، بس يشيل او سيف، خلاص يشيل اللي جواه، يشيل ده ويقول له اوكي سيف.
قدر ان هو يعدل فيه. انما يجي بقى على الفولدر نفسه ده كده ويقول له ديليت، ماشي بقى. ما انت ما اصل ما يعني احمد علي بيقول ايه، انا ممكن اخش هنا كده ومثلا هو مكتوب فيه حاجات او جاي انا مسحها، ماشي بقى. ما هو ساعتها بقى بعمل ريستور بقى، ساعتها بقى انت معاك باك اب بقى بعمل ريستور. دي اقصى حاجه بقى. ما انت مش اصل بص اقول لك على حاجه، طالما انا هنا مديله ان هو يموديفاي على ده، ما ينفعش بقى ان انا اقول له ما تدلتش، ما هو بيسيف. فاي اكشن هو بياخده على البتاع دي يقدر ان هو يعمل فيه كل حاجه. الهوم بقى فولدر، الهوم فولدر بقى بتاعي، باجي هنا كده برضو على الهوم واجيب البروبرتيز بتاعتي، شيرنج ادفانسد شير، وتحدد له الناس اللي هيكونكتوا كونكرنت، قول له مثلا 500. بيرميشنز هنا هنشيل ده ونقول له اد، ونأد الدومين ادمنز والدومين يوزرز، من ادمنز والدومين يوزرز. الدومين ادمنز معروفه خلاص فول كنترول، دومين يوزر تشينج. بعد كده تخش على السكيورتي ادفانسد، اد تشيل الانهيرتابلز، تقول له ابلاي اوكي اوكي، وبعدين اد ريموف الادمنستريتور، واد لمين الدومين ادمنز والدومين يوزر. دومين ادمنز فول كنترول، دومين يوزرز ريد اند اكسكلود، ابلاي اوكي خلاص. حلو كده. مين دول؟ لا انا هديهم موديفاي ليه؟ ما احنا هنا برضو الدومين يوزرز مدينهم ريد بس، ده موديفاي من جوه بقى. هتبدا بقى ان انت بقى ايه تضيف بقى يوزر يوزر، يعني اول يوزر مثلا محمود، حلو، نيو فولدر، ده لازم. ما هو كده يا جدعان، لا ما انت بص، انت بس هتظبط الدنيا اول مره، هتظبط الدنيا اول مره وبعد كده خلاص. وهكذا تدي بقى لكل واحد الايه الحاجات بتاعته. هتيجي مثلا عند محمود هنا وتجيب البروبرتيز بتاعته، سيكيورتي برضو عن ادفانسد هنا، اديت هتشيل الانهيرتابلز، وتيجي هنا وتاد هتقول له انا عايز اد لك الدومين ادمنز، وتدي لهم فول كنترول، وبعدين تاد مين محمود. ودي بقى انت براحتك، عايز بقى تدي له موديفاي والديليت وتشيل الديليت براحتك. ايه يعني؟ خليه ده خلاص، هو ده الهوم فولدر بتاعه. حلو كده اهو. تيجي مثلا عند اليوزر ده وتيجي ايه في السكيورتي هنا ادفانسد اديت، حلو كده وهكذا.
اليوزر ده برضو نفس القصه. ايه؟ تمام، مش محتاج ان انا اضيفه طالما انا ضفته في 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 الجروبس اللي اسمها دومين ادمنز. ما انت تحطه في ده في الدومين ادمنز، يبقى انت مش محتاج تضيفه. لا لازم تضيف، لازم تضيف الدومين ادمنز طبعا. حلو كده. ايه كل بقى يوزر بقى وتدي له البرميشنز بتاعته معايا كده. فبص لي برضو محمود لو دخل هنا كده هيبص يلاقي الهوم فولدر بتاعه، يجي يفتح كده الهوم هيلاقي الناس كلها، يجي يحاول يفتح ده يقول له اكسس دينايد، يجي يحاول يفتح ده يقول له اكسس دينايد، يجي يفتح الفولدر بتاعه يقدر ان هو يفتحه ويكاري جواه فولدرات ويعمل كل اللي هو عايزه ويعيش حياته. ايه اني فولدر ده هوم؟ ايوه، ما طالما انا خلاص ما اديتلوش ديليت يقدر يدلته زيه زي البابليك، انما ما يقدرش بقى يحط هنا حاجه. بص لو جه يحط بقى هنا حاجه كده برضو ما يقدرش. ركز بقى معايا في الحوار ده بقى. افرض ان انا دلوقتي مثلا اليوزر اللي اسمه مثلا باهر ده معايا في نفس الاداره وعنده فولدر هنا اسمه داتا، وبقول له انا عايز الفولدر اللي اسمه داتا ده، بعد اذنك حطه لي في الهوم فولدر بتاعي. ركز معايا، حطه لي فين؟ في الهوم فولدر بتاعي. لو الراجل ده جه كده فتح ال 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 الفول الشير فولدر بتاعه هوم، يجي كده يفتح محمود هيقول له اكسس دينايد، مالكش بيرميشن صح؟ لا، ما احنا هنزود حاجه بقى على الهوم فولدر بتاع الناس. فاكرين احنا كنا بنعمل جروبس اسمها اي تي؟ المفترض لما تيجي بقى هنا كده عند محمود تيجي كده تجيب البروبرتيز بتاعتك سكيورتي وتقول له انا عايز اد لك ناس وتاد له الجروب اللي اسمه اي تي، وتاد له مين؟ الجروب اللي اسمه اي تي اللي هم الناس اللي معاه في الاداره، وتدي الجروب اللي اسمه اي تي ده تشيل كل ده كده منه ما بيعملش ريد، تدي له ايه بقى؟ تدي له رايت وديناي ريد. تدي له ايه؟ رايت وديناي ريد. لا، ما انا مش عايز الناس كلها تشوفه، ده اوبشنز بتدي للناس. فانا دلوقتي بص لو ضفت مثلا اليوزر اللي اسمه باير ده، جيت هنا دلوقتي كده هندي له ايه؟ هندي له رايت وديناي ريد، ونقول له ايه؟ ابلاي اوكي. حلو. بص بقى لما يجي هنا كده، يجي هنا كده انتاير نتورك سي سي جي، يخش على الدي سي، يخش على الهوم محمود اكسس دينايد صح. بص يقف بقى كده ياخد ده يقول له كوبي، ويجي هنا كده ويقف عليه ويقول له بيست. حلو كده. بص بقى لو جيت دلوقتي كده في محمود داتا اهو موجود. ما انا بقى مش بضيفه بقى يوزر يوزر، ما بضيفهاش يوزر يوزر، ده انا بضيفه بقى في الجروب بتاعه اللي هو ممبر فيه. على كل الهوم انا عارف مثلا محمود ده في الاي تي، فبضيف له الناس بتاعه الاي تي بتاعته في الجروب اللي اسمه اي تي، يبقى بدي له بيرميشن على الجروب اللي اسمه اي تي وبدي بيرميشن لمحمود. انت فاهم؟
الناس كلها عشان تقدر تعمل كوبي بيست لبعضها. اه ممكن واحد يشيل حاجه كبيره بس انا مش عايزها. يا عم انا في الاداره بتاعتي يعني الاثنين في نفس الاداره. اه الاثنين في نفس الاداره بس دي كيس كيس معين كيس يعني معين. اه ممكن يعني فاهم بس ها. سهله ولا صعبه؟ اتفهم موضوع البابليك والهوم؟ اتفهم موضوع البابليك والهوم يا رجاله؟ يبقى انت بتعمل بابليك فولدر وبتعمل هوم فولدر، هما دول اللي بيتشيروا. بابليك فولدر لكل الادارات اللي موجوده وتدي بيرميشنز للناس اللي موجوده في كل اداره. هوم فولدر ده خاص بكل يوزر موجود عندي وبدي بيرميشن لليوزر. عايز الناس تكوبي وتبيست لبعضيها خلاص ضيف الناس هنا وقول له ايه كوبي وبيست. طبعا انا لو جيت مثلا هنا في اليوزر ده مثلا وقلت له بيست هقول لك ايه مالكش اكسس دينايد لانك انت مالكش بيرميشن ان انت تاكسس لانك انت ولا تفتح ولا تعمل اي حاجه. انا كراجل اي تي لازم يبقى خاضع ليها كلها بالباسورد بتاعت باليوزر نيم اللي اسمه ادمنستريتور عشان اعرف اباك اب عليه. اه بص يا رجاله اسلام بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا دلوقتي طالما حطيت الدومين ادمنز الناس اللي اسمها دومين ادمنز طب الاتش ار فيها حاجات مهمه المفترض ان انا ما اشوفهاش الكلام ده صح؟ ايه ماشي طب حلو ما انا دلوقتي هاخد منها باك اب ازاي؟ انا داتا ما بعرفش اقراها هاخد منها باك اب ازاي؟ ما ينفعش. فلازم انا عشان كده انا بقول لك ايه حط الدومين ادمنز عشان لما يجي حد يشوفك يلاقي مكتوب دومين ادمنز ما يعرفش بقى ان انت محمود احمد عبد الحميد جواهم مالكش دعوه. ها اتفضل. يا عم ماشي ما انا ممكن وانا قاعد على السيرفر اخش على كل الاجهزه اللي موجوده عادي يعني ما انا هنشوف الكلام ده. مفهومه يا رجاله موضوع البابليك والهوم؟ مفهوم البابليك والهوم ولا صعبه؟ طيب تعالوا نصلي وبعدين نكمل. بسم الله تمام كده اتفهم موضوع البابليك والهوم. خلي بالك بقى ان هنا لما بتيجي تعمل البابليك والهوم زي ما اتفقنا مع بعض مهم قوي ان انت تبقى فاهم البرميشنز علشان تقدر ان انت تظبط الناس خاصه البرميشن بتاعه السكيورتي. المشكله كلها في البرميشنز بتاعه السكيورتي فلابد ان انت تكون حافظها زي اسمك علشان خاطر تشوف مين هتدي له ايه بالظبط. حلو طيب. خلي بالك انا بقى ممكن مثلا دلوقتي وانا قاعد على الجهاز بتاعي وانا شغال كده ابص الاقي واحد بيتصل بيا مدير من المديرين مثلا بيقول لي انا عندي فولدر على الجهاز بتاعي عايز حضرتك تجي لي تشيره لي علشان خاطر مثلا عايز فلان اللي في الاداره معايا يشوفه. عايز فولدر بعينه اشيره يعني مثلا ايه اليوزر هنا ده اللي قاعد ده مين اليوزر ده باهر ده اليوزر ده مثلا عنده فولدر هنا على السي اسمه داتا محتاجين ان احنا نشير داتا ده. طبعا اليوزر الليميتد لو جيت هنا كده مش هتلاقي عندك حاجه اسمها شيرنج صح فهيبدا يتصل بيك ويقول لك انا عايزك تشير لي الفولدر اللي موجود عندي على السي او على الاي او على الاف او الكلام ده فممكن حضرتك تنزل وتشيره لي. الكلام ده ما ينفعش ان انت تعمله بالران از ما ينفعش اجي كده اقف على الفولدر ده وادوس كده عليه واقول له ران از مفيش حاجه بتطلع اسمها ران از ولا البارتيشن نفسه ينفع ان انا اقول له ران از. طب انا عايز اشيره واحنا سنترلايز ادمنستريشن هل مطالب ان انا اقوم واروح اشير الفولدر ده؟ قال لك لا ما هو باي ديفولت كل البارتيشنات اللي موجوده على اي
جهاز موجود جوين الدومين، يعني هنا السي والاي والاف والاتش والاي والجي، يعني مثلا ايه، تعالى خلينا هنا داتا ده على السيفن، كل الكلام ده باي ديفولت متشير بس معمول له هيدن. يعني ايه معمول له هيدن؟ يعني مخفي. فلو حضرتك دخلت هنا كده على الجهاز والسيفن ده اسمه ايه؟ اي تي داش ام سرحان. لو حضرتك دخلت كده وانت قاعد على الجهاز بتاعك السيرفر جوه الادمن جوه الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، في الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز على اي تي داش ام سرحان، وجيت وقفت عليه وقلت له مانج، هيفتح لك ايه؟ الكمبيوتر مانجمنت بتاعته، بس شرطا يكون الفاير وول مقفول، صح؟ هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها شير فولدرز. حاجه اسمها ايه؟ شير فولدرز. لما تخش كده جوه شير فولدرز هتلاقي عندك حاجه اسمها شيرز. تقف هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو شير. عايز اعمل لك ايه؟ نيو شير، وانا قاعد على السيرفر اهو 2008. نيكست. هيبدا يقول لك طب قول لي الباص بتاعك فين؟ ابراوز واجيب له بقى هو موجود فين. هو الراجل بقى معايا على التليفون فبيقول لي الباص بتاعي اللي اسمه داتا اللي موجود على في الجي، فهم قايل له ايه؟ داتا. شايف؟ نيكست. طب انت عايز الشير نيم بتاعه يبقى اسمه ايه؟ احنا اتفقنا ممكن تسميه باسم غير اللي بيظهر بيه اوفر النتورك، يعني هو اسمه داتا لوكالي بس على النتورك يبقى اسمه اي حاجه، صح؟ انا هسيبه بنفس الاسم داتا. عايز تديله ديسكريبشن تديله. ها نيكست. في داتا متشار على ده، طب سميه اي حاجه تيست يعني. نيكست. ها هيبدا بعد كده يقول لك ايه؟ يقول لك اول يوزرز، اديني بقى البرميشنز. اول يوزرز هاف ريد اونلي برميشنز، فهيعمل لك كل الناس اللي هي بتاعت ايه؟ ايفري ون. ولا الادمنستريتور هاف فول اكسس واذر يوزرز هاف ريد اونلي، بل الادمنستريتور دي فول اكسس واليوزرز كلهم ليهم ريد، ولا الادمنستريتورز هاف فول اكسس واذر يوزرز هاف نو اكسس، الناس مش هتخش، او كاستمايز. فلما اقول له كاستمايز وكاستم هنا هيجيب لك البرميشنز بتاعت مين؟ بتاعت الشير. حلو كده خلاص هتظبطها. احنا مثلا نقول له ايه؟ الادمنستريتور هاف فول اكسس واذر يوزرز هاف ريد. فينش فينش. حلو كده معايا. لما تيجي هنا بقى هتبص تلاقي التست ده متشاير. طب انا عايز اظبط السكيورتي، اقف بقى على تيست نفسه وهات البروبرتس بتاعته. خلاص هتلاقي ايه؟ شير بيرميشنز اهي. حلو عايز اعدل فيها براحتك براحتك عدل، فاهم؟ لما تيجي بقى انت دلوقتي كده تخش من وانت هنا على على البتاع ده، هات بس كده بيرسونلايز عشان احنا لسه ايه تشينج ديسكتوب ايكونز ظهر لي ماي نتورك. هوريك بس اصبر، هوريك ازاي تفتح نتورك. بص خلي بالك على الـ على الـ السيرفر 2008 في حركه غبيه قوي بتبقى موجوده هنا لما تخش على كارت النتورك بتاعك دي في السيرفر 2008 بس. حلو لما بتيجي هنا كده على السيرفر 2008 في عندك حاجه اسمها ديسكفر نتورك ديسكفري. خلاص استكشف النتورك بتاعتك، لازم تخليها ترن اوف علشان خاطر حضرتك تشوف الناس اللي موجوده عندك. يعني هو باي ديفولت ما كانش ظاهر للناس، لما انا خليتها وقفت عليها وقلت له ترن اوف ظهر لي الناس دول اللي موجودين اهو، ده على السيرفر 2008 بس، فاهم؟ هبدا ان انا افتح اي تي داش ام سرحان، هبص الاقي تيست متشاير اهو. شايف ايه؟ فتحته منين؟ تيجي كده تقف هنا كده نيو فولدر، مفيش حاجه اسمها نيو فولدر من هنا.
تقف بقى ممكن على تيست هنا كده وتجيب البروبرتيز بتاعته. مفيش. هو الاتش ده بس انا فهمت. اقول لك انا الجي ده فات اكيد. الجي ده فات عشان كده احنا مش لاقيين السكيورتي بتاعته. خليها في الاي. سميه بقى احنا اي حاجه. اعمل له رينيم كده وسميه داتا مثلا 5. ده متشاير الداتا ده علشان الليميتد يوزر ما بيشوفش ان هو متشاير. داتا 5 اهو. الليميتد يوزر ما يقدرش يشوف ان الشير فولدر متشاير. اللي بيشوف الشير فولدر وهو متشاير بس يكون لازم يكون ادمنستريتور. ادي في الكمبيوتر مانجمنت بتاعتي اهو. هتيجي تقول له انا عايز اعمل لك نيو شير. نيكست الباص بتاعه فين؟ في الاي 5 نيكست. تسميه بنفس الاسم نيكست. هتقول له مثلا ايه كاستمايز. هيجيب لك البرميشنز بتاعت الشيرنج والبرميشنز بتاعت السكيورتي. ولو السكيورتي دي مش ظاهره يعني لو السكيورتي دي مش ظاهره ممكن ان حضرتك تقول له مثلا هنا ايه الادمنستريتور هاف فول اكسس واذر يوزرز هاف مثلا ايه ريد اونلي وتقول له فينيش كده تشاير صح. لما اجي اخش هنا كده في الحته بتاعت النتورك واخش هنا كده على ام سرحان تيست 5 ده اجيب البروبرتيز بتاعتي هتلاقي سيكيورتي ممكن تديها له من هنا. تفهم؟ وطبعا لو وقفت عليه من هنا كده فين هو تيست فين ده جبت البروبرتيز بتاعتك سيكيورتي اهي وادفانسد وتشيل الانهيرتابلز وتعمل كل اللي انت عايزه وانت قاعد في مكانك زي الباشا. حلو كده؟ اتفهمت موضوع الشير فولدر من هنا؟ طيب في حاجه بقى مهمه قوي 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 لازم تكون عارفها. لو انا دخلت هنا كده جوه الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز يوزر متعين جديد وعايز اديله بيرميشن على شير فولدر معين وانا مش عارف الشير فولدر ده فين. الشير فولدر ده موجود على اي جهاز انا مش عارف هو فين. حلو. فانا لو جيت هنا كده هتبص تلاقي جوه الاكتف دايركتوري هتلاقي عندك حاجه اسمها فايند اوبجكت. حلو. هتيجي هنا كده جوه فايند اوبجكت هتقول له انا عايز افايند شير فولدر وليكن النيم بتاعه اسمه بابليك. قول له فايند كده مش هيعرف يجيب حاجه صح. ليه بقى؟ ركز بقى معايا في الكلمه دي. لا الاكتف دايركتوري ده عباره عن ايه؟ الاكتف دايركتوري ده عباره لو حد سالك يعني ايه اكتف دايركتوري هو بيتكون من ايه هتقول له الاكتف دايركتوري ده عباره عن داتابيز. عباره عن ايه؟ داتابيز. الداتابيز دي نازله تحت الفايل اللي اسمه الان تي دي اس اللي هو نيو تكنولوجي دايركتوري سيرفيس. الداتابيز دي عباره عن الاكتف دايركتوري عباره عن داتابيز تحتوي على كل المعلومات اللي موجوده عندي في الدومين بتاعي شرطا انا اجي على المعلومه دي واقول لها انت هتبقي ريجسترد جوه الاكتف دايركتوري. يعني لازم انا اجي على المعلومه اللي انا عايز الاكتف دايركتوري يعرفها واقول لها انت الاكتف دايركتوري سيبي نفسك او سيبي المعلومه دي جوه الاكتف دايركتوري. ايه زي ايه؟ لا دي ملهاش علاقه. هو الاكتف دايركتوري ركز معايا اكتف دايركتوري عباره عن داتابيز فيها كل الانفورميشن تحتوي على كل المعلومات اللي موجوده عندي في الدومين بتاعي بس شرطا المعلومه دي انا اجي عليها واقول لها انت هتبقي متعرفه جوه الاكتف دايركتوري. طب ازاي الشير فولدر اقول له انت هتبقى متعرف جوه الاكتف دايركتوري؟ ازاي اي شير فولدر اقول له انت متعرف جوه الاكتف دايركتوري بتاعي؟ لو حضرتك دخلت كده جوه الاكتف دايركتوري بتاعك يوزرز اند كمبيوترز ايه بس ملهاش علاقه خالص. انا بعرفها جوه الاكتف دايركتوري بتاعي بس بعمل لها حاجه اسمها ببلش.
بعمل لها حاجه اسمها ايه؟ بابلش. كلمه بابلش يعني معناها نشر، انشرها. يعني ايه انشرها؟ يعني هعمل عنها اعلان، لما حد يطلبها يلاقيها. زي الاعلان اللي بتعمله عن شقه في الوسيط، زي الاعلان اللي بتعمله عن تليفون في الوسيط، نفس الكلام ده كده. فانا باجي جوه الداتابيز بتاعت الاكتيف دايركتوري واعرفه، اقول له انت عندك شير فولدر. ازاي؟ لما تيجي مثلا هنا على المكنه اللي اسمها دومين كنترولرز، حلو، عندنا الدومين بتاعنا اللي اسمه دي سي او الفايل سيرفر بتاعنا، مش هتفرق. اقف عليه كده واقول له مانج، هيفتح لي كمبيوتر مانجمنت بتاع الجهاز اللي اسمه دي سي. هلاقي عندي حاجه اسمها شير فولدرز، شيرد، هلاقي كل الحاجات المتشيره باي ديفولت على الجهاز ده بما فيهم البارتيشنات، صح؟ انا عايز ادي معلومه عن مين؟ عن البابليك، صح؟ اجي اقف كده على البابليك واجيب البروبرتيز بتاعته، هتلاقي عندك حاجه اسمها بابليش. فانت بتقول له بابليش ذيس شير فولدر ان ايه؟ ان اكتيف دايركتوري. سيب لي معلومه جوه الاكتيف دايركتوري عنه، حلو. وممكن تدي له حاجه اسمها كي وورد، اختصار، يعني تقول له لو حد سالك على البي هات لي الشير فولدر ده. شوف، انا قبل ما اقول له ابلاي وجيت هنا كده وقلت له فايند شير فولدر مثلا بابليك بي، ولا الدموع، صح؟ بص بقى لما اجي هنا كده واقف عليه اجيب البروبرتس واقول له ابلاي اوكي، بص العمليه هتختلف ازاي. ايه اللي حصل؟ جابوا عفريت. قال لك مكانه فين؟ في الدي سي. ممكن اقف بقى عليه كده واجيب البروبرتس بتاعته واجيب السكيورتي بتاعته واعدل فيها. اقف عليه كده واقول له ايه؟ رينيم، اعمل لي رينيم. اقف عليه وادلته، فاهم؟ براحتك بقى تعمل كل اللي انت عايزه، حلو. كذلك برضو لو الشير فولدر ده موجود على المكنه اللي اسمها مثلا ايه، اي تي داش ام سرحان، اهو برضو اقف عليه كده داتا 5 ده وهات البروبرتيز بتاعته، هتلاقي حاجه اسمها بابلش. قول له بابلش ده وادي له مثلا ايه لو حد سالك على الدي. ده مهم قوي ان انت تعملها دي. ليه؟ انا عايز بقى اعرف داتا ده موجود فين، انا مش عارف على اني مكنه، صح؟ هاجي هنا كل اللي انا اعمله اقول له فايند شير فولدر، دور لي يا معلم على الدي. فايند دي. بس معلش، في الـ في الـ في السي سي جي ايه اللي حصل؟ على مستوى الدومين بقى، مش في الدومين كنترولرز بس، ايه اللي حصل؟ جابهولي وقال له مكانه، مكانه فين؟ في المكنه اللي اسمها اي تي داش ام سرحان. تقدر بقى حضرتك برضو تعمل بيرميشنز عليه وتدي سيكيورتي عليه. سهله ولا صعبه؟ يبقى دي كلمه بابلشت. يبقى الداتا بيز بتاعت الاكتف دايركت، انا ما يهمنيش بقى بابلشت دي، انا يهمني المعلومه اللي انت تاخدها دي، ان الاكتف دايركتوري ده عباره عن داتابيز بتحتوي على كل المعلومات اللي موجوده عندي في النتورك بتاعتي. بس شرطا المعلومه دي انا اقول لها انت متببلشه جوه الاكتف دايركتوري بتاعك، عشان قدام شويه برضو لما هناخد البرينترز هنشوف ان احنا برضو هنخلي البرينتر متعرف جوه الاكتف دايركتوري، عشان الناس لما تسيرش عليه تسيرش عليه جوه الاكتف دايركتوري. اي حاجه بعملها جوه الاكتف دايركتوري بدي له معلومه جوه الاكتف دايركتوري ان هو يبقى عارفها. طبعا الببلش دي بتعملها لكل فولدر موجود عندك، فاهم؟ لو جيت هنا بقى كده جوه الشير فولدر ده، طبعا الجهاز ده اللي هو الدومين كنترولر جايب لك كل الحاجات اللي باي ديفولت متشيره فيه. سيشنز هنا بيجيب لك مين فاتح معانا سيشن، يعني مين فاتح الشير فولدر اللي موجود عندنا. يعني بص، انا لو جيت دلوقتي كده في شير فولدرز، جيت هنا كده قفلت ده وفتحت،
يا مسهل. تعالى على الاكس بي، الاكس بي ظريف شوي سريع. لو جيت فتحت مثلا هنا كده البابليك وقلت له انا عايز السيلز، شايف انا فاتحه اهو. بص لو جيت دلوقتي هنا كده في سيشنز بقول لك ايه، شغال دلوقتي فتح علينا حاجه صح، اوبن فايلز. هو السيف انفتح بابليك اي تي. لا بس الدنيا في الريال لايف بتبقى اسرع شويه عشان الرامات بتبقى اكبر يعني. اه بالظبط، مفيش اي اختلاف كل حاجه. بص طالما انا ما جبتلكش سيره ال 2003 في حاجه، اعرف ان كل اللي انا بتكلم فيه ده هو هو بالظبط نفس القصه. شير فولدرز، اوبن فايلز، سيشنز. هنا هيبدا ان هو يقول لك لهوي. اوبن فايلز اهو، هيبدا ان هو يقول لك بص عندنا يوزر اسمه ام سرحان، فاهم؟ وعندنا يوزر داخل ام سرحان تاني برضه اهو، معرفش بقى هو فاتح. احنا فاتحين كذا حاجه، فاتحين البابليك وفاتحين جوه البابليك اي تي، فاهم؟ وبيعمل ايه؟ بيريد. عارف لو هو دلوقتي لو هو بيرايت هيكتب لك بيرايت. ممكن انت تقف هنا كده وتقول له كلوز الاوبن فايل، اقفل له الاوبن فايل. ايوه تقفل عليه براحتك. مفهومه ولا صعبه؟ اليوزر بقى ده بقى او الراجل الادمنستريتور ده لو دخل هنا على ماي كمبيوتر اي تي داش ام سرحان اللي هو المكنه دي وقال له مانجد، اقدر ان انا كل فتره كده ببدا ان انا افتح كل الاجهزه اللي موجوده عند الناس، اشوف الناس بتعمل ايه، الناس حاطه ايه على الاجهزه بتاعتها وانا قاعد في مكاني. بص انا قاعد على السيرفر اهو، ابدا ان انا اخش كده في شير فولدرز شيرد، هبص الاقي عندك السي والاي والاتش والاي والجي والكي. ممكن اجي هنا كده على الاي واقول له ايه اوبن، فكده فتح لي الاي بتاعت اي تي داش ام سرحان. اقول له مثلا افتح لي الاتش اوبن، فتحها لي. يعني ايه يا عم؟ انا فاتح هنا الجهاز اهو اسمه اي تي داش ام سرحان خلاص. مفهومه الحته دي ولا فيها حاجه؟ تبدا ان انت تفتحها ليه بقى؟ لان اي بارتيشن باي ديفولت متشير على طول، اي بارتيشن متشير. طيب احنا خدنا كام طريقه ان احنا نكونكت بيها على الشير فولدر؟ طريقه واحده صح؟ ان انا اقدر ان انا بتقول ايه يا باشا؟ اتفضل. دي باي ديفولت متشيره. مش احنا خدنا كام طريقه ان احنا نكونكت بيها على الشير فولدر؟ طريقه لو دخلت هنا في النتورك كده تبدا ان انت جوه النتورك تشوف الجهاز اللي انت عايز تكونكت عليه وتبدا ان انت تقول له مثلا دي سي وتبدا ان انت تفتحه صح. في طريقه تانية اقدر ان انا كونكت بيها من خلالها على اي شير فولدر، ان حضرتك تفتح الرن هنا كده، تفتح الستارت وتفتح الرن وتقول له باك سلاش
وتدي له الاي بي بتاع الجهاز اللي انت بتكونكت عليه، يعني 192.168.1.200 فيفتح لك الشير فولدرز اللي موجود عليه، او ان حضرتك تكونكت بالنيم تقول له باكسلاش باكسلاش دي سي. يعني دي تاني طريقة اقدر من خلالها ان انا كونكت على الشير فولدر. حلو. واقدر ان انا اكونكت على بارتيشن عند الراجل ازاي؟ بص تكتب له باكسلاش باكسلاش اي تي داش ام سرحان. حلو كده. وتقول له انتر، هيفتح لك الشير فولدرز اللي موجودة عنده. صح. طب انا مش عايز افتح الشير فولدرز ده، انا عايز افتح البارتيشن اللي موجود عنده اللي اسمه مثلا ايه الجي، او البارتيشن اللي اسمه الاي، او البارتيشن اللي اسمه الاتش براحتك، واحط له فولدر كمان هناك، او اخد دي. اعملها ازاي؟ بص وانت قاعد على الجهاز كده، طبعا اللي لازم يعمل الكلام ده لازم يكون ادمنستريتور على الجهاز. هيقول له ايه؟ باكسلاش باكسلاش اي تي داش ام سرحان باكسلاش. حلو كده. الدرايفر اللي هو عايزه اسمه ايه؟ اتش. وجنبيه كده تدوس على شيفت وتدوس على رقم 4 دولار ساين وتقول له انت. اليوزر العادي يفتح الشيرنج وتقدر تاخد كل اللي انت عايزه من على الجهاز بتاعه، وممكن تدلته له، وممكن تحط له حاجه. بص انا احط له هنا كده في الاتش بتاعه اهو تيست. لو رحت هناك دلوقتي كده فتحت الاتش هتلاقي تيست اتحط، واقدر ادلت له اي حاجه انا عايزها. لا ادمنستريتور على الجهاز على الاقل اللي انت هتكونكت عليه، الجهاز اللي انت بتكونكت عليه. ايه؟ انا فاتحه من على الدومين كنترولر. بس انما لو انا مثلا يعني محمود ده ادمنستريتور على الجهاز ده، مش محمود احنا كنا مخلينه ادمنستريتور على الجهاز ده، اقدر اكونكت على الجهاز بتاعي من اي مكان. مش هيطلب بقى مني يوزر نيم وباسورد. يعني بص محمود دلوقتي لو حب ان هو مثلا ايه، تعالى نظهر كده المحمود بروبرتس كاستمايز ونظهر له الران. والجهاز ده اسمه ايه؟ اتش ار داش محمد. صح. لو محمود جه دلوقتي كده فتح الران وكتب له باكسلاش باكسلاش HR داش محمد. حلو كده. وجي قال له باكسلاش C دولار ساين وقال له انتر، هقول له انت مين؟ صح. ما يقدرش ان هو يخش. ليه؟ لابد ان اللي يعمل الحركة دي لابد ان هو يكون ادمنستريتور. طب لو العكس بقى، لو محمود بقى، ايوة ما هو ما انا هعملها لك اهو دلوقتي. لا ادمنستريتور على المكنه بتاعتك ملهاش علاقه. انما بص لو انا دلوقتي ادمنستريتور اهو، انا دلوقتي موجود في السام فايل بتاعت المكنه اللي هناك ولا لا؟ مش محمود ادمنستريتور هناك؟ يقدر بقى لو فتح دلوقتي كده باكسلاش باكسلاش اي تي داش ام سرحان باكسلاش اتش دولار ساين. ايه اللي حصل؟ فتح الجهاز. ليه؟ ادمنستريتور. لو انا مش ادمنستريتور هناك، انا قاعد على الدومين كنترولر وانا معايا يوزر نيم وباسورد وكده اقدر اخش على خلاص. ما هو يا جدعان ركزوا بس معايا، لو انا اليوزر بتاعي اللي اسمه محمود حطيته في الجروب اللي اسمها دومين ادمن، بقيت انا زي الادمنستريتور بالظبط، فاقدر ان انا اخش اعمل كل حاجه زي الانتربرايز. قد ما ينفعش.
لو جيت دلوقتي انا كده، انا ممكن مثلا اجي هنا كده على الاتش ده مش عايز حد يشوفه صح، واجي هنا كده واقول له ستوب شيرنج، الاتش اختفى ولا لا؟ صح. المكنه دي بمجرد ان هي هتعمل ريستارت هيتشاير تاني. طب انا بقى مش عايز حد يشوفه خالص، لا اعمل حركه صايعه بقى، ما تدوش درايفر ليتر. ايه ماشي، بس انت بقى لما تحب تخش على كمبيوتر مانجمنت وتدي له درايفر ليتر. اه ايه ممكن، انما طول ما هو موجود كده، طول ما انت ما تقول له اوبن هيتفتح. ايه ماله؟ تمام. تقدر ان انت تعمل ايه؟ لا ما اصلا جوين الدومين. لا ما لازم ادمنستريت. لا يا باشا، هو انا داخل من مكان عاديه خالص، يعني المكان اللي ما هو لو مش ادمنستريتور مش هيعرف يكون. لا لازم هتدي له بقى الدرايفر ليتر، لازم ما تديلهاش درايفر ليتر. او ممكن صح، ممكن بص، ممكن على مستوى السيفن ممكن تعمل لها بيت لوكر. لا مش هتظهر ده، انا نسيت صح دي. لو على السيفن بس، السيفن طبعا فيه البيت لوكر صح. او بص هبص تلاقي باي ديفولت الراجل ده مش ظاهر. فين اي تي داش ام سرحان؟ قول له مانج. مش هتلاقي الاف. ايه اهو بص، حتى انت اصلا الاف اهو ده كده واقف اهو، عشان تيجي تاكسسه هيقول لك دخل لي الباسورد. فاكرين البيت لوكر؟ ما احنا خدناه، بس ده على مستوى السيفن. على مستوى الاكس بي مفيش اصلا حاجه اسمها بيت لوكر، عشان كده مش هتنفع ان انت ايه تعملها. ها سهله ولا فيها مشكله؟ اتفهم الموضوع ده؟ الدرايفرات كلها على كل المكن بتشتغل اوتوماتيك. المجرد ايه بقى؟ هو باي ديفولت. اي مكن جوين الدومين كله درايفرات، اي مكنه جوين الدومين تتشار باي ديفولت. حلو. اخر بقى حاجه، نفترض بقى ان انا مش اخر حاجه النهارده، احنا لسه هناخد حاجه تانية. نفترض ان انا كده جيت في الاتش هنا كده وهعمل فولدر وهسميه محمود، وعايز محمود ده اشيره لناس معينه، او مش عايزه يبقى مخفي، يبقى متشير بس هيدن، يعني مش عايز حد يشوفه. اعملها ازاي دي؟ هتيجي هنا عند محمود عادي خالص اهو، تجيب البروبرتس بتاعتك شيرنج ادفانسد شيرنج وتقول له انا عايز اشيره، نفس الكلام بتاعنا. وفي بيرميشنز هنا تدي البيرميشنز اللي انت عايزها، بس لما تيجي هنا كده جنب محمود قوم ضارب له دولار ساين، حط له فيها دولار ساين كده، يبقى الراجل ده الشير فولدر متشير بس مخفي. تقول له ابلاي، اوكي ابلاي، ده بقى اللي تحط فيه الجيمز لاداره الاي تي اهو. بص بقى لما يجي مثلا دلوقتي اليوزر ده عايز يكونكت دلوقتي، ده انا محمود خلي بالك دي سي، فين الفولدر اللي اسمه محمود؟ تاكسسه ازاي؟ بص تكتب كاتب له كده بعد الدي سي، تقول له باك سلاش محمود دولار ساين.
حلو كده. فده كده يبقى الفولدر ده متشير اهو. بص حط بقى جواه اي حاجه دلوقتي. لو حطيت جواه مثلا ايه اهو احنا عاملينه everyone read بس صح. لو جيت هنا كده مثلا خليت everyone full control مثلا يعني. تعالى كده في السكيورتي وهندي اليوزرز دول من غير اسمه مش هتعرف تجيبه. بص بقى انا دلوقتي كده اهو حطيت نيو فولدر اهو. شايف؟ بس مخفي. محدش يعرف ان هو ياكسسه او حد يعرف يوصله. ايه؟ يا عم بقى اي حاجه بقى. ما ده الناس معينه يعني. الناس معينه انت اصلا عشان تيجي تفتحه لازم تكتب له باكسلاش باكسلاش دي سي باكسلاش محمود دولار ساين فيفتحه لك. ده الحل الوحيد ان انت تعرف توصل له كده. اتفهمت؟ واتفهمت موضوع الببلشنج واتفهمت موضوع الدولار ساين والكلام ده؟ ها تمام؟ ايه؟ طيب الحمد لله. واتفهمت موضوع الاكتف دايركتوري ان هو عباره عن داتا بيز بتفايند جوال الكلام ده؟ طيب. واتفهمت هنا في الشير فولدرز ان انت ممكن تقف هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو شير وتشيره صح؟ والسيشن وفي اوبن فايلز بيجيب لك اللي فاتح لك الفايل صح؟ وفي السيشنز هنا بيجيب لك الناس مين اللي فاتح معانا سيشن. طيب لا دي بقى برامج ثانيه سيرد بارتي بقى. في بقى طيب سهله ولا صعبه الكلام ده رجاله؟ بس ركزوا معايا. سهله ولا صعبه؟ عايزين بقى نشوف بقى ازاي نشير. احنا المره اللي فاتت خدنا ازاي نشير بالكوماند لاين صح. عايزين بقى نشوف النهارده برضو حاجه تانية بالكوماند لاين. ازاي نشير بالكوماند لاين ويكون هيدن؟ بس كده. شفت بقى العمليه سهله ازاي؟ اهو بص اديني الكوماند لاين بس اهو. حلو كده. هنقول له مثلا ايه اي حاجه كي 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 مثلا ده فولدر مثلا عندنا او سميه ماركت ام ار كي. هتيجي كل اللي انتوا فاكرين الامر بتاعنا نت شير. حلو. لو قلنا له دوسنا له نت شير هيجيب لي كل الحاجات المتشاره على الجهاز ده. برد السؤال لما انا بكتب الكلمه اسم اكتب سلاش بعد كده علامه استفهام بيقول لي ايه اللي لو قلت له كده علامه استفهام يقول لك انت ممكن تستخدمها ازاي. نت شير احنا اتفقنا مع بعض بتكتب نت شير ايه؟ اسم الفولدر اللي انت عايزه يظهر صح؟ يظهر اوفر النتورك. فاقول له ماركتنج ام ار كي وجنبيها دولار ساين واقول له ايكوال صح؟ وادي له الباص بتاعه اتش ايكوال هنا بس بالبان اللي هي داش نقطتين بس هي في البتاع ايكوال باك سلاش ام ار كي. والكلام بقى اللي احنا خدناه بقى اللي هو لو عايز ليميتد يوزر تقول له سلاش يوزرز فتحدد له الناس. لو عايزهم الادمنستريتور يبقى فول تدي له جرانت والكلام ده فاكرينه. بص واقول له انتر قال لك ايه وتشاير. بص لو عملنا له ريفريش اتشاير دلوقتي. لو جيت حضرتك كده دخلت كده من هنا كده قلت له باكسلاش باكسلاش دي سي فين ماركتنج مش موجود. طب عايز اظهره اهو لازم اقول له باكسلاش ام ار كي دولار ساين. فل ولا ايه؟
ها تمام كده. طيب لكم سؤال في الجزئيه دي؟ طيب نقفل الفيديو.